بسم الله الرحيم. المحاضرة الثالثة في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي لطلاب المستوى الأول بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية. المحاضرة الثالثة هنبتديها بالفصل الثالث، النظرية العامة للطلب. الطالب المفروض يبقى يتعرف على تعريف الطلب، وإن الطلب هو استعداد وقدرة على الشراء. أيضا إن في عوامل أساسية محددة للطلب، أولها هي تمن السلعة ذاتها. تابع العوامل الأساسية المحددة للطلب هو دخل المستهلك، وإيه العلاقة ما بين دخل المستهلك والقيمة المطلوبة. ثالثا من العوامل الأساسية المحددة للطلب هي أسمان السلع البديلة، وإيه العلاقة اللي بتربط ما بين الكمية المطلوبة وأسمان السلع البديلة ليها. رابع عامل من العوامل الأساسية المحددة للطلب هي أسمان السلع المكملة، والطالب يكون عارف إيه شكل العلاقة. وأخيرا من العوامل الأساسية المحددة للطلب ذوق المستهلك، وإيه العلاقة وإيه اللي بيحصل لو المستهلك بيفضل السلعة أو لا يفضل هذه السلعة. بنبدأ بعدها نتعرف على شكل منحنى الطلب. تصوير العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وتمنها نقدر نخليه على الشكل البياني التالي. ده شكل بياني بيوضح العلاقة العكسية ما بين تمن السلعة والكمية المطلوبة منها. شرح منحنى الطلب. هنا عشان نفرق يعني ايه التغير في الكمية المطلوبة وايه سببه، اللي هو المفروض ان سبب التغير في الكمية المطلوبة يكون التمن، وده بيخلينا نتحرك على نفس منحنى الطلب. ده رسم بيان بيوضح تمدد وانكماش الطلب نتيجة تغير السعر، فإن الأسمان لما انخفضت من سي 3 لسي 1 تمدد الطلب من ج لألف، وإن الأسمان لو ارتفعت من س 2 لس 1 يبقى ينكمش الطلب من ب لألف لنقطة ألف، الكميات تتضح إنها بتقل. ده شرح تغير في الكمية المطلوبة للرسم السابق. هنا بنتكلم في التغير في الطلب، وإيه المقصود بالتغير في الطلب؟ التغير في الطلب هو انتقال منحنى الطلب نهائيا، سواء لليمين أو انخفاضه ناحية اليسار. ده رسم بيان بيوضح انتقال منحنى الطلب. شرح رسم التغير في الطلب. شكرا.